مع حلول عيد الفطر المبارك، ومنذ اليوم الأول احتفل سكان تمن راست بهذه المناسبة وسط إجراءات تنظيمية وضعت وفقاً لخطة أمنية فرضتها قيادة السلطات المحلية التابعة لهذه الولاية. بمناسبة عيد الفطر المبارك قامت مصالح ولاية تمن راست بتحديد برنامج أمني يتمثل في تسخير 300 شرطي، وهذا لتأمين أماكن عمومية وأماكن العبادة خاصة في الفترة الصباحية، حيث تم تأمين دور العبادة. المواطنون من جهتهم استحسنوا الفكرة وأكدوا بأن كافة الإجراءات الأمنية كانت مهيئة لمثل هذا اليوم. الأريحية في التنقل شفناها منذ الصباح الباكر، لكن كانت أريحية كلها في هذا العام حق مميزة، شفنا حتى ما كانش أي حاجة اللي الحمد لله عائقت لهذا الموسم. هذا قايمين بالواجب تاعهم، راهم الحمد لله تبارك الله من هنا من أصلا من بداية رمضان، من هنا راهم الله يبارك قايمين بالواجب تاعهم كما يجب أن يكون، والأمن متوفر كما يقولها حركة المرور ثاني من هنا الله يبارك. وفي ذات السياق نظمت ذات المصالح زيارة تفقدية لمستشفى تمن راست وقامت بتوزيع هدايا عديدة على الأطفال. وحنا يا هاد المبادرة نديروها كل عيد كل مناسبة، نجو نطلعو عليهم ندورهم لي كادو نوقفو معاهم نطلعو لهم المورال، هذا هو الصح. المورال هو اللي يلعب دور كبير في النفسية تاع الإنسان. وتبقى مثل هذه الإجراءات ومثل هذه المبادرات تبعث بالطمأنينة في نفوس المواطنين وتزرع بسمة الأمل في نفوس الأطفال.